دوبها سوايا معدينة يعني، ومدى نقدر نسيطر عليه. بالنسبة لجماعة الزراعة يعطونا مبيدات ويعطونا مبيد حقن لنحقن، والحشرة ترد تعاود علينا. يعني عندنا بساتين يعني هم على لسان الزراعة قالوا إذا يبقى هذا الموضوع هيجي وهالكثافة عندكم من الذبابة راح السنة الموسم ما تستفادون من عنده. هاي وحدة. اثنين يعني بالنسبة لنا ليش محافظة ديالى وحدها ما حد يكافح لها؟ ليش بقية المحافظات دا تكافح؟ كربلاء دا تكافح، واصل دا يكافح. ايش عجب يعني احنا بالنسبة للمسؤولين يعني يا شغلة المحافظة يعني المفروض هو يسعى بها. لأن احنا عندنا اتصال ويا هالكربلاء من أصدقاء ومعارف قالوا احنا هو المحافظة يسعى بهاي الشغلة ويجيب لنا الطيران ويكافحون. كم سنة يعني هالدوباس مأثر علينا بشكل يعني حتى على الإنتاج منتهي الإنتاج تقريبا. وإضافة للدوباس عن كبوت فصابة هاي بالنخل تصير التمر يتيبس بس نوبة. كم سنة صار يعني يقول للفلاح احقن، ايش احقن؟ هي مال حقنة هاي ألوف النخل. عملنا بال يعني بالمكافحة النخل كله يموت ينتهي ماكو إنتاج.